السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا المحاضرة الخامسة حول الـ Programming Logic Control. هذه المحاضرة تدور حول Boolean Algebra Operations. In Boolean Algebra Operations لدينا ما يسمى الـ Variable أو المتغير. فعلى سبيل المثال لدينا الـ Variable A يساوي 1 مثلا، فالـ Complement للـ A نسميه الـ A bar أي المتمم، وهو يساوي 0. فمتمم الواحد هو 0 أو متمم الصفر هو 1. وكذلك بالنسبة للمتغيرات فإن متمم الـ A هو A bar ومتمم الـ A bar هو A. طبعا الـ variable بالنظام الثنائي يمكن أن يأخذ إما الرقم 1 أو الرقم 0 فقط. إذن نلاحظ the complement of A is A bar. العمليات الحسابية التي يمكن إجراءها على البوليان الجبرة هي البوليان addition الجمع أو الأور، المultiplication أو الأند. لدينا الكوميوتيف لو، أسوشيتيف لو، and distributive لو. بوليان addition يمكن تمثيلها بالأور، إذن عملية الجمع يمكن أن نمثلها بأور جيت، بوابة أور. في الأور جيت يكون الناتج واحد إذا كان أحد الإدخالات واحد، فمثلا لدينا واحد أور صفر فالناتج طبعا يكون واحد، ويكون الناتج صفر إذا كانت جميع الإدخالات صفر، فمثلا صفر أور صفر أور صفر، فالناتج في هذه الحالة فقط سوف يكون صفر عندما تكون جميع الإدخالات تساوي صفر. نأخذ المثال التالي، يقول جد قيمة A و B و C عندما تكون A bar or B or C bar تساوي صفر. في هذه الحالة يجب أن يكون جميع الإدخالات صفر، فالA bar يجب أن تساوي صفر، والB يجب أن تساوي صفر، والC bar يجب أن تساوي صفر. لذلك متممة الA bar متممة الصفر هي واحد، ففي هذه الحالة A يجب أن تكون واحد وB تساوي صفر وC تساوي واحد. لنطبق ذلك نلاحظ عند التعويض نعوض عن أي واحد ونضع لها بار زائدا أور بي صفر، أور سي هي واحد ونضع لها بار، فنلاحظ أن الناتج واحد بار هو صفر، أور صفر والواحد بار أور صفر، فالناتج سوف يكون صفر. في الملتبليكيشن، الملتبليكيشن هو بالضبط مثل الأند، يمثل بأند جيت. ففي الاند جيت يكون الاخراج واحد اذا كانت جميع الادخالات واحد، فمثلا نقول واحد اند واحد اند واحد والناتج سوف يكون واحد، ولكن اذا كان احد الادخالات صفر فالناتج يكون صفر، مثلا واحد اند صفر اند واحد فالناتج يكون صفر. فلدينا المثال الاتي، يقول جد قيم A و B و C اذا كانت لدينا المعادلة التالية A and b bar and c يساوي واحد. ففي هذه الحالة لكي يكون الناتج أو الإخراج واحد يجب أن يكون قيمة a تساوي واحد وقيمة b bar تساوي واحد وقيمة c bar أيضا تساوي واحد. في هذه الحالة يجب أن تكون قيمة a تساوي واحد و b تساوي صفر و c تساوي صفر. لنطبق ذلك في المعادلة نعوض عن a بواحد and نعوض عن b هي صفر ويوجد فوقها بار، and c صفر ويوجد فوقها بار، فالناتج سوف يكون واحد، الصفر بار هو واحد، and صفر بار هو واحد، فواحد and واحد and واحد يكون الناتج واحد. القانون الثاني commutative law. commutative law يطبق على الجمع والضرب، فنطبقه على الجمع addition، فنقول ممكن a or b هو نفسه B or A، إذن هو خاصية إبدالية. لذلك يمكن تطبيقه على الضرب multiplication، ففي هذه الحالة نستطيع القول A and B وهو نفسه B and A، هو نفسه B and A. لدينا القانون الآخر associative law. فالassociative law أيضا يطبق الassociative law أيضا على الجمع والضرب،
ففي عملية الجمع نستطيع القول A or B داخل أقواس or C، أو يمكن القول A or ونكتب داخل الأقواس B or C، فالطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن، وكذلك يطبق على الضرب. على المالتيبليكيشن نستطيع القول A and B داخل أقواس and C يساوي A and B and C داخل الأقواس. الخاصية الأخرى وهي الأخيرة وهي الديستريبيوتيف لو. فبالديستريبيوتيف لو نأخذ المثال التالي A and B or A and C. نستطيع هنا أخذ الـ A كعامل مشترك فنحصل على A داخل الأقواس B or C. نمثل هذه الدوائر بواسطة اللوجيك دايجرام. فالطرف الأيسر يمكن تمثيله كالآتي A and B or A and C، فلدينا بوابتين للـ AND وبوابة للـ OR. فنبدأ ببوابة الـ AND بين الـ A والـ B A and B، ثم بوابة الـ AND الثانية بين الـ A والـ C، والناتج للبوابتين يكون مرتبط ببوابة الـ OR، وهذا هو الإخراج، سوف يكون A and B or A and C. بالنسبة للجهة اليمنى من المعادلة والتي هي A and B or C، فنبدأ بعملية الـ OR، نقول B or C وثم نجري عملية الـ AND ما بين الإخراج لـ B or C مع الـ A، فنحصل على A and B or C. إذا أعجبكم الفيديو أرجو أن لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا.